مجهزة بشبكة معلوماتية تدعمت بها المؤسسة الاستشفائية الجامعية بالبليدة. وهبة أمصار. قصد مراقبة دخول وخروج وتوزيع الأدوية والمستهلكات الطبية من الصيدلية إلى الطبيب وإلى غاية وصولها إلى المريض، استحدثت هذه البناية الجديدة منذ 3 أشهر بالمؤسسة الاستشفائية فرانس فانون بالبليدة. يتم أولا تسجيل الطلبيات الواردة من مختلف الأقسام الاستشفائية ثم أسبوعيا، ويتم توزيعها بعد ذلك بعد إدخالها في المنظومة الإعلامية من أجل مراقبة كل العمليات المتعلقة بهذا التوزيع إلى غاية وصولها للمريض، وهذا بعد إنباء رئيس المصلحة المعنية. هذه الشبكة تسمح لنا بمعرفة الأدوية قبل انتهاء صلاحيتها، دونك pour ne pas tomber dans le périmètre. Et aussi pour on a un stock d'alerte الذي ينبئنا شهر قبل انتهاء الدواء في المخازن. هي شبكة معلوماتية مجهزة ب11 جهاز إعلام آلي تهدف إلى الحد من سرقة الأدوية والعقلانية في استغلالها. أنا جيت من برج براريج، عندي أختي دارت عملية، شكتر وما عندها رونديفو نجي ندير الأدوية منها. المشروع هذا تم إنجازه خلال 11 شهر وفق معايير حديثة، سواء من ناحية المراقبة كما شاهدتوا كاين كاميرات 18 كاميرا لمراقبة الدخول وخروج وتوزيع المواد الصيدلانية. عصرنة المؤسسات الاستشفائية سبيل للتكفل الأحسن بالمريضة.